قلت لك سبب اقتصادي، اكو نظرة ضيقة من بعض النافذين اللي ما اعرفهم السبب صراحة، يعني ما لا تقول لي سمي ليام لان ما اعرف، ما اقول لك وحتى لو اعرفهم ما اقدر اسميهم لانه ما عندي دليل عليهم. بالضغط على وزارة النقل لترك شركة دايو والذهاب الى شركات صينية، مو داخل وزارة النقل، خارج وزارة النقل، لا خارج وزارة النقل، تضغط على وزارة النقل من خلال اذرع من اجل، واعتقد جايبين حتى شركات، ما ادري اتصور يشاركني الشيخ، بعض الشركات هي وهميه مو صينيه، وشركات ما لها علاقه اصلا بالصين، مجرد انه جوين فنتشر او غير شيء. المهم هذا سبب. سبب ثاني، انا يعني من خلال متابعتي من قبل اكثر من سنه لمشروع الفاو، الربط السككي ويا الكويت، وبعض من يتبنى الربط السككي مع الكويت، بعض يتبنى الربط السككي مع إيران. أعتقد يعني تأخير المشروع هم إلى بجنبة سش تقول سياسية، بضغط أقليمي لا يتنفذ هذا المشروع إلى أن ينطون العراق موافقة للربط السككي. ومن ثم تتحدث عن اكو ربطين، تتحدث عن طريق الحرير، اكو تعارض ما بين اكو تعارض ما بين طريق الحرير اللي يمر على ايران، اثنينهم هو الاصل. احنا مشروع الفاو من انبنى وراح تصرف عليه الدوله العراقيه من اموال الشعب بحدود 4 مليار الى 5 مليار دولار. هذا شنو الغرض من عنده؟ غرضين أساسيين، هدفين. الهدف الأول تصدير النفط يكون مباشر بعد من هذا الميناء، ما نحتاج يعني محطات بالبحر. والغرض الثاني هو يصير العراق أساسي في طريق الحرير. تجي البواخر تفرغ في ميناء الفاو وبتتجه مباشر إلى تركيا. فهذا واضح. هل تعتقد أن العرقلة ناشئة من هناك عمل من جانب الكويتي للضغط على بعض يعني الساسة العراقيين بإعطاء ربط سككي للكويت؟ ميناء مبارك يمر بسكك حديد عبر العراق يرتبط بتركيا.